الشيء الذي كان مستحيلا بالمغرب الأمس أصبح اليوم ممكنا. إذا كنت تريد إجراء عملية جراحية لزراعة الكلي في المغرب فأنت مضطر للسفر نحو أوروبا. لا تقلق، هذا الأمر كان في الماضي، أما اليوم فأصبح ممكنا. أجرى المعهد الوطني للأنكولوجيا التابع للمركز الاستشفاء الجامعي ابن سينا بالرباط بنجاح أول عملية زرع كبد من متبرع حي لصالح والدته التي كانت تعاني من تلف كبد في مرحلة متأخرة. وأكد البروفيسور محسن رؤوف رئيس قسم جراحة أورام الجهاز الهضمي بالمعهد إن هذه العملية الجراحية الدقيقة التي تم إجراؤها في 29 من مارس الماضي شارك فيها فريقان متعدد التخصصات من المعهد ومركز الكبد بمستشفى بولبورس الفرنسي، ضم جراحين واختصاصيين في أمراض الجهاز الهضمي والكبد واستشاريين في الإنعاش والأشعة والتشريح والأحياء وصيادلة، وذلك في إطار برنامج نقل الخبرة والتمكين في زراعة الكبد. وأضاف في تصريح لإحدى القنوات الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن قطاع الصحة بالمغرب شهد تطورا كبيرا، مبرزا أن هذا النوع من العمليات الجراحية كان يجرى فقط في الخارج وبتكلفة باهظة، وأشار إلى أنه بمجرد اكتساب الخبرة فإن الطموح هو القدرة على إجراء عمليات من هذا النوع في المستقبل من قبل فريق طبي مغربي 100%. من جهته أكد مدير المركز الاستشفاء الجامعي ابن سينا عبد القادر الرجاني أن عملية زرع الكبد هذه من متبرع شاب يبلغ من العمر 28 عاما لصالح والدته البالغة من العمر 63 عاما جرت كما هو مخطط لها سواء خلال العملية أو بعدها. وأوضح أن العملية تتكون في الأصل من عمليتين مختلفتين، الأولى تتجلى في أخذ العضو من المتبرع الحي والتي استغرقت أكثر من 6 ساعات، والثانية تطلبت قرابة 12 ساعة لإزالة الكبد المصاب من المريضة وإجراء عملية الزرع ثم وضع كلا المريضين في العناية المركزة لمنع أي مضاعفات محتملة. وتابع أن هذا التدخل هو ثمرة شهور طويلة من التحضير بمساعدة فريق طبي فرنسي من مستشفى بولبروس تم خلالها إجراء فحوصات منتظمة وتقارير صحية وحسابية وتنظيم اجتماعات بين مختلف المتخصصين. وعبرت السيدة التي خضعت لعملية الزرع والمنحدرة من القنيطرة عن سعادتها بنجاح العملية بعد سنوات من المعاناة مع المرض، ويكشف هذا العمل المتميز التقدم العلمي المسجل في مجال الطب في المغرب وخاصة في مجال التقنيات الجراحية والخبرة بعد تزايد عدد عمليات نقل الأعضاء وزرعها في المستشفيات المغربية. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.